Hello everyone, this is Mr. سلمان. معكم الأستاذ سلمان. في فيديو اليوم ما راح نشوفه شرح للكتاب المدرسي للغة الإنجليزية لتلاميذ سنة ثالثة ابتدائي. أعزائنا التلاميذ وكذلك أولياء التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إن شاء الله تستفادوا من هذا الفيديو. أول حاجة ديروها تعملوا لايك للفيديو وتخليوا لي تعليقاتكم، وأي حاجة تطلبوها، أي حاجة تحتاجوها، أي حاجة حابين تشوفوها في القناة تاعي، قناة مستر سلمان، خليوا لي في التعليقات وبإذن الله راح نلبي الطلب تاعكم. بالنسبة للغة الإنجليزية لتلاميذ سنة ثالثة ابتدائي راح تكون لغة جديدة، نفس الشيء بالنسبة للغة الفرنسية. البرنامج برنامج مليح، إن شاء الله راح يستفادوا التلاميذ تاعنا، وفي نهاية العام راح يكونوا يعني عندهم رصيد لغوي مليح في الإنجليزية. نبدأ مع الشرح تاعنا اللي كما راكم تشوفوا هذا الفنك بالعلم الوطني، بالالوان العلم الوطني يحمل هذا الكتاب. عندنا 1 2 3 learn English with me، 1 2 3 learn English with me، يعني العباره المشهوره اللي عند الجزائريين 1 2 3 فيفا لالجيري، لهنا داروها 1 2 3 learn English with me، يعني 1 2 3 تعلم الانجليزيه معي. اوكي، هذه بالنسبة إن شاء الله راح تتعلموا اللغة الإنجليزية معايا في الفيديوهات، في الفيديوهات المختلفة اللي راح نقدمها. وبالنسبة كذلك بالنسبة كذلك المستويات الأخرى، للمستويات الأخرى، المستويات تاع الرابعة ابتدائي والخمسة ابتدائي راح ندير إن شاء الله لغة فرنسية، وراح تكون دروس في التطور المتوسط بالنسبة للغتين الإنجليزية والفرنسية. تابعوني دائما، أكيد راح تستفادوا سواء كنت تلاميذ ولا أولياء تلاميذ. بالنسبة لهذا التلاميذ الأعزاء تاع السنة الثالثة ابتدائي، أكيد راح يكون بمرافقة الولي، هو اللي يقدر يعاونهم باه يقدر يشرح لهم يعني هذا الفيديو، وراح يستفادوا أكثر منه. My first English class، My first English class، يعني هذه حصتي الأولى في اللغة الإنجليزية، هذه راح تكون أول حصة، my first، okay، الأولى، my first English class، حصتي الأولى في اللغة الإنجليزية. repeat، okay، حاولوا أنكم تكرر النطق بهكذا يتعود لسان تاعكم على الكلمات، سواء بالنسبة للسمع كسمع أولا، I listen and repeat or I listen and say، يعني نسمع بعدها نكرر انا نردد. اوكي، هكا باه يتعود لسان تاعك على نطق الكلمات. My first English class، listen، look and say. اوكي، repeat، عودوا معايا، listen، look and say، يعني listen استمع، look ارى انظر، and say واردد ولا واقول. على هذه راني نقول لكم نسمع، يعني قال لك اسمع شوف وردد وقل. listen look and say، هذه نشوفوا بالنسبة لهذه الصورة، لاحظوا هنا راهي تشير لهذه الصورة، هذه الفتاة راهي تشير لهذه الصورة، هذا الفعل نسميه show. اوكي، show يعني يظهر، show. point، point كرو، show point يعني كي نشير للحاجة، يعني كي نعد حاجة راح نقول show ولا point. مثلا أنا في هذا ال في بهذا ال بهذا اليد راني أشير، أوكي، أشير لهذه الصورة، هنا راني أشير لهذه الصورة، أشير لهذه الصورة، يعني show ولا point. لاحظوا هنا يستمع، صورة يسمع ولا يستمع. listen،
غادي نقراوها. listen repeat عاودوا معايا. listen look يعني انظر. listen عفوا listen listen استمع. look شوفوا اش معناتها. listen هي اسمع. جرب انك تقول هذه الكلمة listen. صحيت ردد listen. very good جيد. listen look look انظر يعني look. read 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 يقرأ. read كي اسمع النطق صحيح. read نعودو. show point يعني تشير ولا تظهر. listen يسمع. listen look look ينظر. read read يقرأ. عندنا هذه. draw قروها. draw okay. draw اسمعوا مليح. draw draw يرسم ولا ترسم. draw يعني يكون شخص يرسم نقول draw ولا انا ارسم draw. هنا color 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 يلون. color color يلون. write write لاحظ جيدا استمع. write write يكتب. يكتب هي write. repeat 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 يعني يكرر. يكرر يعني يسمع حاجة ويرددها يكررها. repeat مثلا الببغاء معروف إذا ما يعيد الكلام يعني repeat. اسمعوا مليح. repeat repeat ولا نقول say say يقول لا يردد. say repeat say نعودهم. draw draw يرسم. color color يلون. write write يرسم يكتب. write يكتب. repeat يردد. repeat say say نفس الشيء يقول ولا يردد. شوفوا مع هذا الفعل تك. سمع مليح. تك 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 معناتها يضع إشارة إشارة صحيح. كي تك كي تلقى هذه الكلمة يعني معناتها أنك تضع إشارة صحيح. تك حاول أنك تسمع وتردد. كروس 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 يضع علامة في يضع علامة تشطيب يعني يشطب. كروس يشطب. كي cross circle 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 هي يحيط يعني يرسم يحيط على كلمة كي يدير كأنه يرسم دائرة كما في هذه الصورة. circle match 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 هي يربط. match match كي ماتش يعني يربط. نعودهم. تيك يعني علامة صح.
تيك كروس كروس يشطب سيركل يحيط سيركل ماتش ماتش يربط. لهنا في سؤال ثاني listen يعني اسمع، يعني انت هذا السؤال يقول لك اسمع listen look يعني انظر and take the right box in your copy book. listen استمع look انظر and tick tick وش معناتها؟ نضع هذه العلامة هاي tick. اوكي هاني لقينا هذه الكلمة tick يعني تضع هذه العلامة في الخانة box in هنا tick the right box يعني ضع علامة صح في الخانة الصحيحة كما هذه العلامة tick. اوكي اللي هنا يعني راح تسمع راح يحط لكم الأستاذ ولا الأستاذة المسج تاعكم ولا المستر تاعكم راح يحط لكم تستمعوا حط لكم الصوت تسمعوا وتحط الإشارة الصحيحة علامة الصح هذه في الخانة المناسبة. يعني أعطانا في هذه في الأول أكيد راح تسمع هذه واش الصورة تعبر على repeat. إذا تشوفوا لاحظ هنا repeat هاي نفس الصورة يعني هذه الصورة هي تسمع كلمة repeat ولا تسمع كلمة say say ولا repeat راح توضع هذه العلامة. اوكي عندنا هنا هنايا راح تسمع واحدة من الكلمات يا اما تسمع مثلا اذا سمعت look look حط العلامة هنا اذا سمعت color حط العلامة لهنا color يعني يلون اذا سمعت draw كلمة draw تحط العلامة لهنا إذا سمعت كلمة match حط العلامة في هذه الخانة. نفس الشيء بالنسبة لهذه هذه read read إذا سمعت كلمة read راح نحط العلامة الصح لهنا إذا سمعت كلمة take حط العلامة هنا إذا سمعت كلمة look حط العلامة الصح هنا إذا سمعت كلمة circle هنحط لهنا علامة صح. أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الشرح وهذا الفيديو. عملوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة إذا كنتم مش مشتركين. نتلقاو في فيديو آخر إن شاء الله. نقول لكم سلام.